نبدأ فقراتنا بحالة الطقس. خلينا نطمن على حالة الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارا، بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، هيصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحري، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونص، والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر هتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونص، والرياح السطحية هتكون شمالية غربية. هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي درجات الحرارة في بعض المحافظات ومدن الجمهورية. لتفاصيل اكثر هيكون معانا على الهاتف الاستاذ محمود شاهين، مدير اداره التحليل بهيئه الارصاد الجويه. استاذ محمود صباح الخير ومرحب بحضرتك على اكسترا نيوز، وطمنا على حاله الجو النهارده. صباح الخير، اهلا بحضرتك. اهلا بيك المشاهدين. اهلا، وان شاء الله متوقع النهارده استمرار فرص سقوط الامطار على سواحلنا الشماليه ومناطق من شمال الوجه البحري، وان شاء الله هتهدأ الرياح اللي نشطت بالامس على اغلب الانحاء، هيبقى في هدوء النهارده في سرعات الرياح. انحصارها فقط بيكون على سواحلنا الشماليه طلع البحر المتوسط، وده اللي بيدور وبيخلي لسه في اضطراب في حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط. سقوط الامطار ممكن تكون موجوده ايضا على مدن حلايب وشلاتين، مدينتي حلايب وشلاتين. بخلاف ذلك الاجواء كلها مستقره على اغلب بقى وباقي المحافظات الجمهوريه، ودرجات الحراره زي ما حضرتك عرضتها اقل من المعدل شويه، عشان كده دايما بنحذر من خلال هذه الفتره. خلاص احنا على ابواب فصل الشتاء، يعني فصلنا عليه حوالي 20 يوم تقريبا، فنرجو طبعا الحذر من تخفيف الملابس، عدم ارتداء ملابس صيفيه على الاطلاق خلال هذه الفتره. خلال الفتره القادمه برضو الشبوره المائيه هتكون كثيفه زي ما بنشوفها الايام اللي فاتت، نرجو القياده بهدوء على الطرق في الصباح الباكر ان شاء الله. يعني الناس بتسال، الصبح بتكون متقله واخر النهار يعني بعد الظهر الدنيا الشمس بتطلع وبتضطر انها تصيف تاني او ترجع للهدوم الاخف شويه، تنصحهم بايه؟ هو طبعا دي كانت تعتبر من سمات فصل الخريف، انما الفتره القادمه درجات الحراره العظمى الاخرى مش هتبقى مرتفعه زي ما كنا بنشوفها قبل كده، يعني خلال الايام اللي جايه ما بين 22 و 23 درجه، فده يعتبر برضو مش ارتفاع. الفتره اللي فاتت كانت 27 و 26، لا يعني احنا دخلنا في انخفاض حتى في درجه الحراره العظمى الصغرى، هتقل عما كانت قليله قبل كده، فلا ما ينفعش طبعا الملابس خالص الفتره القادمه. بالنسبه للشبوره، الشبوره زي ما قلت لحضرتك بعد وقت الفجر وبتستمر معاها لغايه 9 10 صباحا. الايام القادمه هيبقى في مرتفع جوي في طبقه الجو العليا هيساعد على تكونها بشكل كبير مع الشماليات الغربيه الرطبه على سطح الارض، عشان كده بنقول الشبوره الفتره القادمه هتبقى كثيفه على الطرق الزراعيه والطرق القريبه من المسطحات المائيه. اثناء فتره تكون الشبوره يجب طبعا الحذر اثناء القياده واتباع تعليمات الاداره العامه. وبننصح طبعا قائدي السيارات والمركبات بتوخي الحذر في اثناء القياده، خصوصا في اوقات الشبوره نهارا. وبطبيعه الحال استاذ محمود في فرص لسقوط الامطار زي ما حضرتك ذكرت. زي ما قلت لحضرتك فرص سقوط امطار السواحل الشماليه ومناطق من شمال الوجه البحري مستمره معانا النهارده ان شاء الله. الاستاذ محمود شاهين مدير اداره التحاليل بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه التفاصيل.